السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم انصر المجاهدين والمقاومين، وفرج عن أهل غزة والمظلومين، وأنزل عذابك على الصهاينة، واردد كيدهم إلى نحورهم. إله الحق، آمين. محاضرتنا في هذه الليلة بعنوان نقض العهود والمواثيق. محاور المحاضرة: المحور الأول التمييز بين المصطلحات، المحور الثاني أهمية الوفاء بالمواثيق والعقود والعهود، المحور الثالث نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، المحور الرابع ضوابط مهمة عند إبرام العهود والعقود والمواثيق، المحور الخامس إشكالية بيان البراءة، المحور السادس من سيرة الحسنين عليهما السلام. المحور الأول التمييز بين المصطلحات. نجد في آيات القرآن الكريم وفي المعاجم اللغوية ثلاثة مصطلحات متقاربة من حيث المعنى ولكنها تتمايز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بالعهد، أول مصطلح العهد. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد مصطلح رقم اثنين. في الآية الثالثة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الميثاق هو المصطلح الثالث. فإذا عندنا ثلاثة مصطلحات: عهد وعقد وميثاق. ما الفرق بين كل واحدة من هذه؟ بالنسبة إلى العهد هو التزام من طرف واحد بأمر ما، مثلاً واحد يدخن بعدين يقول أعاهد نفسي من اليوم ورايح بعد أبطل تدخين. هنا لا يوجد طرف آخر في الموضوع، أنا ونفسي، ولكنني ألزم نفسي بأمر ما تركاً أو فعلاً. ولربما هناك طرف آخر في الموضوع ولكن الطرف الآخر غير ملزم بشيء في ضمن هذا العهد. مثلا الولد يروح حق أبوه يقول له أعاهدك بعد أنا فلان الفلاني أقطع علاقتي معه، لأن إنسان سيء يتعاطى عنده انحرافات كذا، فيا يبا أنا أعاهدك. لما قال هذا أعاهدك وسوى العهد هني، أبوه ملزم بشيء؟ لا، مو ملزم بشيء. الإلزام صاير على من؟ على جهة واحدة، فهذا عهد. كذلك لما احنا نعاهد الله سبحانه وتعالى، مثلا اكو صيغة عندنا لله علي عهد، هل الله ملزم بشيء في مقابل هذا؟ لا، مو ملزم بشيء. انا اعاهد الله على امر ما، مثلا اني كل يوم اصلي ركعتين مستحبات، الله مو ملزم بشيء في المقابل. فاذا هذا العهد هو التزام من طرف واحد. العقد هو التزام من طرفين، التقاء إرادات، إما إرادتين أو أكثر، ثلاث أربع، على إنشاء رابطة إلزامية على أمر أو على أمور محددة. مثل شنو؟ مثل البيع والشراء، طرفين البائع والمشتري بينهم عقد في هذه المعاملة التجارية، أنا ملزم وأنت ملزم، أنا أعطي ثمن وأنت تعطيني المثمن، الشيء اللي أنا أرغب فيه. وبعدين في بنود يرتبط بهذا، أقدر أرجع البضاعة إذا ما عجبتني بعد الاستعمال، ما أقدر، خلال كم يوم، إذا طلعت تالفة شلون، إلى آخره. ففي التزامات، هذا الشيء يسمونه عقد. الزواج أيضا في طرفين، إيجاب وقبول. المرأة تقول زوجتك نفسي على مهر قدره كذا، هو شو يقول؟ قبلت التزويج على المهر الكذائي. هذا شنو صار؟ صار عقد.
ليش؟ لأن التزام من طرفين، وقد يكونون عدة أطراف مثل الشراكة، لما تصير شركة 10 أفراد يشتركون في مشروع واحد، كل واحد ملتزم في هذا. طيب هذا العقد، فإذا العقد ما يكون طرف واحد، يكون الالتزام من أكثر من طرف. الميثاق شنو؟ الميثاق إما عهد وإما عقد، ولكن مع نوع من التجديد. العهد الميثاق هو عهد أو عقد مع التجديد من خلال القسم أو غيره، بطريقة ما يصير فيه تجديد في هذا الأمر، إما يكون عهد أما يكون ماذا؟ يكون عقد. يعني مثلا عهد بيني وبين الله، لكن لما يصير ميثاق يصير تجديد في العهد مع الله عز وجل. بيني وبين والدي، لما نقول له أعاهدك وأقسم بالله أيمان مغلظة كذا إن هذا الشيء ما أسوي، صار شنو هني؟ صار ميثاق، صار ميثاق. والعقد كذلك أيضا إذا كان بين طرفين يصير ميثاق. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا عهد من بني إسرائيل لكن عهد مغلظ. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله مو ملزم بشيء في مقابل هذا من طرف واحد، ولكنه لأنه مغلظ فحين ذاك شنو صار؟ ميثاق. إنزين أكو ميثاق عقدي مذكور في القرآن، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بينكم وبينهم هم ملزمين وأنتم ملزمين، فإذا هو عقد مغلظ. شعبر عنه ميثاق. فإذا هذه نماذج قرآنية عن الفرق بين العقد والعهد والميثاق. لكن من المصطلحات الحديثة عندنا المعاهدة، نقول معاهدة وارسو، معاهدة كذا. شنو هذه المعاهدة؟ المعاهدة التزام من طرفين أو أكثر بأمر أو أمور محددة، وبالتالي هو نوع من العقد أو الميثاق. يعني المعاهدة مو عهد. شوفوا كلمة معاهدة صيغة مفاعلة، مفاعلة يعني شنو؟ يعني من الطرفين، أنا وأنا. مثل أقول محاورة، محاورة مو بس أنا أتكلم، أنت أيضا تتكلم، واضح شلون؟ فبالتالي هني المعاهدة يعني أنت عندك طرف في إلزام وأنا علي إلزام، هذا يسمونه بالمصطلح الحديث معاهدة، فهو نوع من العقد أو العقد المغلظ اللي نسميه ميثاق، مرتبط بعقد. ننتقل إلى المحور الثاني، أهمية الوفاء بهذه العناوين العهد والعقد والميثاق. واضح بأن البشرية لا غنى لها عن الالتزام بالعهود والعقود والمواثيق، لأن العلاقات سواء احنا نتكلم على مستوى فردي أو قاعد نتكلم على آثار اجتماعية ومستوى جماعي، لأن عدم الالتزام بهذا سيؤدي إلى انهيار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعلمية وغير ذلك. إذا ما حد يلتزم بعقد، إذا العقد ما له قيمة، إذا الاتفاقية ما لها قيمة، فحين ذاك الواحد شلون يقدر يطمئن إنه يشتري وإنه يبيع وإنه يأجر وإنه يتزوج وإنه يصير كذا وكذا؟ كلها راح تتلخبط. حتى الدول في علاقاتها مع بعض ما راح يكون في إحساس بالأمان، بل لن يفعل أحد في المستقبل شيئا من هذا القبيل، لأنه ما له قيمة أصلا إذا كان الأمر ينقض من بسهولة. وبالتالي من دون المواثيق والعهود والعقود تنهار العلاقات وتصبح الحياة جحيما. تخيل أنت تدخل في معاملة وبتقط لك مثلا 20-30 ألف دينار وما تدري الطرف الثاني راح يلتزم ولا ما يلتزم، ماكو ثقة أصلا، إيدك على قلبك ما تنام الليل أصلا. والفطرة الإنسانية والعقل السليم يدعوان للالتزام بالوفاء بهذه العناوين. ومن هذا الباب
بغض النظر أن الدين يقول أو ما يقول، الفطرة والعقل، لأن هم يؤمرون. نشوف الأمم المختلفة طول التاريخ وضعت لأنفسها قوانين منظمة، أو وضعت دساتير مثلاً، أو اتفاقيات معينة، أعراف معينة في عملية إدارة الدولة، إدارة المؤسسة، إدارة المشروع الاجتماعي، اجتماع مشروع اقتصادي أو أيا كان. تشوف بأن يصير ماذا؟ تواضع وتوافق على مثل هذه القوانين. لو ما أن هذا الأمر مستحسن عقلا والفطرة تدعو إليه، لشفنا مجتمعات ما تهتم بهذا الشيء ولا تسوي، لكن إقبالها عليه هذا دليل على من الرحمات الإلهية أن هذا الأمر من ضمن الفطرة الإنسانية. شوفوا الإمام علي عليه السلام في كتابه لمالك الأشتر لما ولاه مصر ينبه على هذه النقطة، شو يقول؟ فإنه ليس من فرائض الله، من فرائض الله شيء الناس، مو المسلمون، كل الناس، الناس أشد عليه اجتماعا. الكل متفق على هذه النقطة ومتمسكين بهذا الأمر بقوة مع تفرق أهوائهم، هذا غير وهذا غير وهذا غير، وتشتت آرائهم. شنو هذا الأمر اللي كلهم يشددون فيه ومتفقين عليه؟ من تعظيم الوفاء بالعهود. كل الناس متفقين على هذا. نعم في ناس يخونون، ولكن من يخون؟ الناس يقولوا له ليش سويت كذي، يحاسبونه. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين، يعني مو المسلمين، حتى المشركين كان فيما بينهم شو يصير؟ وفاء بالعهود. لماذا؟ يشرح الإمام يقول لما استوبلوا من عواقب الغدر، لأن عدم الالتزام اللي هو الغدر ذاقوا مرارته، شافوا آثار السلبية، هذا معنى استوبلوا، يعني وجدوا وخامة عواقب الأمر، إن لمن هذا يخون النتائج في العلاقات راح تكون مدمرة، فبالتالي هذا يخون وذاك يخون وذاك يخون، المجتمع بعد شنو؟ أركانه تنتقض. فمن هنا أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول البشرية حتى لو ما كانوا يؤمنون بالله هم يعرفون أن هذه الأمور يجب أن يلتزموا بها. ثم الشرائع السماوية جاءت وأكدت هذا الموضوع الذي يرشد إليه العقل والفطرة السليمة، وشرحت هذا الأمر وشددت عليه وحطت له قوانين وبينته، ومن بينها القرآن الكريم. تعالوا نشوف القرآن الكريم كيف عرض هذه المسألة، الالتزام بالعهود والعقود والمواثيق، من خلال نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ومعاناته في وتجاربه في التعامل مع الأطراف المختلفة، وهو المحور الثالث. طيب أول نقطة، القرآن الكريم يبين لنا بأن من الخلل، من الخطأ، من الممنوع أن يصير نقض للعهود والعقود والمواثيق عندما تتغير موازين القوى، يعني بيني وبينك اتفاقية، أنت ملزم وأنا ملزم، اتفاقية صلح مثلا، تمر سنتين ثلاث موازين القوى تصير لصالحك، فتستطيع الآن أن تهجم علي وتقضي علي، لكن عقد الصلح يمنعك. في بعض الناس قد يرون أن تغير موازين القوى يسمح له بنقض الميثاق وعقد الصلح القائم بين الطرفين، هذا ممنوع. القرآن الكريم يقول إياكم وهذا الأمر، إذا كانت هناك نفوس خبيثة وإذا كان البعض يتصف بالغدر، الإنسان المؤمن ما يصير يتصف بهذا الشيء عند تغير موازين القوى أو من دون إخلال من الآخر، يعني الطرف الثاني ما سوى شيء ملتزم، فأنت تي في لحظة غدر وش تسوي؟ تنقض هذه الاتفاقية، إياكم أن تسوون هذا الشيء. فإذا القرآن الكريم ينهى عن نقض المواثيق والاتفاقيات الأمنية مع
بعد فتح مكة كنموذج من النماذج، لأن موازين القوى بعد فتح مكة وبعد ما صارت غزوة حنين والطائف، بعد هني الوضع بالنسبة للمسلمين تغير تماما. إذا كانت قريش تمثل مركز القوة للمشركين انهارت قريش، إذا كانت الطائف تمثل المركز الآخر انهارت الطائف، إذا كانت غطفان وهوازن تمثل القبائل العربية القوية اللي كانوا الكل يلجأ لها مددا بالرجال والمال انهارت خلاص. بعد موازين القوة صارت لصالح منه؟ النبي والمسلمين. لكن كانت عنده مواثيق وعقود بينه وبين أطراف ثانية من المشركين، هل لما تغيرت موازين القوة يروح ينقضها؟ ممنوع، ممنوع أن يسوي هذا الشيء، على الرغم من سهولة التهام الأطراف الضعيفة من المشركين المعاهدين، لأنهم شنو كانوا؟ كانوا قبيلة هني عددهم كله 200-300 نفر، للحين مشركين بس بينهم بين الرسول عقد صلح. خلاص يروح النبي يقول لهم إما تسلمون وإما نقتلكم ونبيدكم؟ لا، ما يصير، ما دام في عقد صلح حتى الآن أنت القوي يا رسول الله تلتزم بهذا الشيء. ولذا في سورة التوبة إلا الذين عاهدتم، سورة التوبة متى؟ سنة 9 بعد عام الوفود، المشركين كذا المسيحيين غيره جاءوا إلى المدينة، إما دخلوا في الإسلام وإما تعاقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مسيحيين نجران. خلاص يعني الأمور صارت الجزيرة العربية كلها تقريبا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو أو بآخر. الله شي يقول في السنة، في هذه السنة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني ما اتفقوا مع أعدائكم ضدكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الاتفاقية كم سنة؟ 10 سنين. كملوا المدة مثل ما كانت اتفاقية 10 سنين. إن الله يحب المتقين، يكون عندك تقوى مع منو؟ مع المشركين يكون عندك تقوى، التزام. خلاص عطيت الكلمة، هذا عهد الله أنت عطيته، ما يصير تنقضه. هذا الأمر الآخر، النهي عن عدم الالتزام بشيء من الميثاق إن كان من الأساس أو تبين فيما بعد أنه في غير المصلحة. سويت بيني وبينك اتفاقية، بعدين يوم راجعت شفت أنا الخسران، قد تكون اتفاقية تجارية مثلا، لكن بعدين بدأوا الناس يشرحون لي ينصحوني كذا، فتبين أني طرف الخاسر، وهذا ما كان لازم أنا أسوي كذي، لكن أنا خلاص كتبت بيني وبينك اتفاقية. أتراجع؟ القرآن الكريم شو يقول؟ يقول لا، ما يصير تتراجع، خلاص متغم. نعم إذا الطرف الثاني هو يقيلك موضوع ثاني، لكن مدام بينكم اتفاقية أنت تلتزم، حتى لو تبين أنك أنت مغبون في هذا الأمر، مو ما كان في صالحك، في بنود مو بصالحك، بس بالنتيجة أنت عن وعي وإدراك وكذا أقدمت على هذا الأمر. وهذا اللي سواه ترامب لما صار رئيس، ما طول بعد ما صار رئيس بفترة قصيرة راح وألغى شنو؟ الاتفاقية، هذه معاهدة، هذا ميثاق كان موجود بين الولايات المتحدة وبين دول الخمسة مع منو؟ مع إيران في القضية النووية. لكن هو ايش سوى؟ قال هذا مو بصالحنا الاتفاق، وراح ألغاه من طرف واحد، هذا غير مقبول. ولذا الكل قال له شنو؟ ما يصير أنت تسوي كذي، احنا متفقين السياسة العالمية ما تمشي بهذه الصورة، لكن بالنتيجة هو طرف قوي فيبي يعني يمارس دور القوة في هذا المجال. المفارقة، وأنا هذا بالمناسبة تكلمت عنه في خطبة جمعة في وقته، في أيام الحملة الانتخابية لترامب نفسه المرة اللي فاتت الأولى اللي نجح فيها، ظهرت هناك دعوات عنصرية وضد الإسلام وكذا. واحدة من اللي كانوا يشتغلون ضمن الحملة مالت ترامب كان اسمها بريجيت جابرييل، هذه معادية للإسلام، يقولون أصلها هي لبنانية لكن غيرت اسمها وكذا. المهم فهذه معادية للإسلام،
فهي تكلمت قالت أنا أستطيع أن أنقض الإسلام كدين في 5 دقائق. قالوا لها شلون؟ قالت لهم الرسول بعد فتح مكة نقض العهود بينه وبين المشركين، إيران هم راح تسوي نفس الشيء، 2 سنين ما راح تطول إيران مثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، محمد هي تقول صلى الله عليه وسلم تقول بعد فتح مكة، عفوا بعد صلح الحديبية ب2 سنين، بعد صلح الحديبية ب2 سنين نقض الميثاق، إيران هم راح تسوي نفس الشيء. المفارقة إن منو اللي نقض؟ الرئيس اللي هي كانت تدعمه، ما طول، أول ما صار هو اللي نقض من جهة واحدة. هذا الأمر مرفوض أخلاقيا عقليا بالفطرة بالدين، فالإسلام ضد هذا. في صلح الحديبية واحدة من البنود ما كانت لصالح المسلمين، لكن النبي اضطر أن يوافق لأنه كان يريد عملية الصلح هذه. شنو البند؟ من أتى محمدا صلى الله عليه وآله منهم من المسلمين بغير إذن وليه رده محمد إليهم، ما يكون موجود ضمن المجتمع الإسلامي مثل موجود في مكة ويهرب إلى المدينة، لازم الرسول يرد، شي يسوي؟ يسلم المسلم هذا إلى وليه. وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد من صوب المسلمين إذا أحد لجأ لقريش لم يردوه. واضح أن هني مو يعني مو ما في عدالة، لكن الرسول من جهة أصحابه مطمن، لكن ذاك الصوب الجماعة يبونه بهالطريقة. طيب النبي كان ككل يرى المصلحة في الأمر هذا ككل، فوافق على هذا البند اللي مو مصلحة الرسول صلى الله عليه وآله. ولذا هرب أحدهم وهو عتبة ابن أسيد مستضعف في مكة، هرب لجأ إلى المدينة، لحقه 2 من قريش، جاءوا إلى النبي قالوا له سلم لنا إياه، هذا بند الاتفاقية، الرسول سلم لهم. قالوا المسلمين يا رسول الله شلون تسوي كذي؟ ما يصير هذا، يعني الإنسان المسلم ما يصير تسلط عليه إنسان كافر، يمكن يقتلونه ممكن يعذبونه. الرسول قال اتفاقية بيني وبينهم، أنا لازم ألتزم في هذا الشيء. وفعلا راح معاهم، لكن استطاع أن يهرب منهم، هرب رجع للمدينة. شنو قال حق الرسول يوم رجع؟ يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك. حين يبي يدور مخرج شرعي حق الرسول إنه يقول له يا رسول الله بعد خلاص أنت سويت المرة الأولى اللي عليك، الحين بعد ما تقدر تردني، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. الرسول قال لا، لازم ترجع، ما فيها مرة ومرتين، أنا ملتزم بهذا البند. وفعلا رجع معاهم، عفوا قام وهو وهرب من المدينة المنورة وخرج إلى الصحراء، ثم بعد ذلك طبعا هو يعني قريش نقضت الميثاق، فالنبي صلى الله عليه وآله صارت فتح مكة، وصار فتح مكة وكذا، وانتهت القضية. شوفوا هذه الآية الشريفة من سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني العهود والمواثيق وحقوق الناس هذه ما لها علاقة أن الطرف الثاني مسلم ولا مو مسلم، مشرك، مسيحي، أيا كان مذهبه، شنو دين، شنو ملحد، ما له علاقة. إذا أنت تبغضه، إذا أنت كذا، هذيل معتدين صدوكم عن المسجد الحرام، أنت يصير تعتدون عليهم بنقض الميثاق بالخيانة، ما يصير. يقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، يقول حق مالك الأشتر: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا. الآن بينك وبين طرف حالة حرب، مشاكل، خلافات، نزاعات، إذا الطرف الثاني راغب في الصلح، درست الموضوع، شفت أن الصلح زين لله فيه رضا، اقبل الصلح، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا
لبلادك، ثلاث أمور أنت تحصلها. طيب، ولكن الحذر، كل الحذر من عدوك بعد صلحه، مو تتصالح معه وتسترخي عيونك مبطلة، عندك جواسيس تبعثهم يراقبون يقول لك أخبار، ترى يمكن ذيلا بأي لحظة يغدرون فيك، فإن العدو ربما قارب، يعني يسوي هذا الصلح ليتغفل، حتى شو يسويك؟ يأتيك في لحظة غفلة، تأمن جانبه فيضربك ضربة في لحظة غدر، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن. يعني لا تحسن الظن بشكل تكون ساذج بعد، هذا عدوك. وهذا متناغم مع التحذير القرآني: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، كونوا حذرين، لازم تكون دائما مستعد وحذر. طيب، يقول له بعدين الإمام: وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة، صار اتفاقية والتزام بين طرفين، أو ألبسته منك ذمة، فحط عهدك بالوفاء. أنت قلت ذمة الله علي إني ألتزم بكذا، أو سويت عقد بينك وبين الطرف الثاني، فحط عهدك بالوفاء، يجب أن توفي بهذا الأمر بشكل كامل. ورع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، أنت من طرفك لا تنقض مهما صار، بل أنت تصير الحائط الأول، حائط الصد الأول أمام نقض المواثيق. صن هذا الميثاق، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. شلون؟ لأن العهد، المسلم المؤمن لما يعاهد أحد في ضمن اتفاقية ما، هو يعطي من طرف من؟ يقول عهد الله علي، يعني كأنه هو من جهة الله يعطي هذه الكلمة، لأنه مؤمن مرتبط بالله. فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي، وقد جعل الله عهده وذمته أمنا، من هذا الباب حتى يصير أمان بين البشر، أفضاه بين العباد برحمته، هذه العقود والمواثيق وكذا رحمة من الله حتى يكون في أمان، وحريما يسكنون إلى منعته، كأن هذا سور يلجؤون إلى داخل السور فيحمون أنفسهم من العدو، ويستفيضون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه. ممنوع، كل هذا ممنوع، لا غدر، لا مثلا من تحت الطاولة، لا محاولة بشكل غير مباشر، لازم عملية التزام كامل. الأمر الآخر اللي نبه عليه القرآن، إن إذا الطرف الآخر ما التزم بالبنود أو ببعضها، حين ذاك من حقك أنه أيضا من طرفك مثل ما هو نقض، أنك أنت تنقض هذا الأمر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. النبي صلى الله عليه وآله واجه حالة من نقض، التكرار لنقض العهود والمواثيق بينه وبين اليهود في بداية قدومه إلى المدينة المنورة. في سورة الأنفال اللي هي ترتبط بغزوة بدر الكبرى، يعني سنة 2 هجرية، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يقول المفسرون إن المقصود من هؤلاء الذين كفروا من اليهود، بمعنى الذين تمردوا، الذين جحدوا، الذين لم يلتزموا منهم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما هؤلاء بعد شنو يستحقون؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. أدبهم تأديب بحيث حتى اللي وراهم يخافون ويتأدبون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فالرسول واجه وبشكل متكرر مثل هذه الحالة في المدينة المنورة. كان النبي بعد فترة قصيرة من قدومه إلى المدينة قد كتب صحيفة المدينة. صحيفة المدينة ميثاق تنظيمي لإدارة الدولة في المدينة المنورة بينه وبين المسلمين،
وبينه وبين اليهود على أنواع اليهود اللي كانوا موجودين، يسمونها صحيفة المدينة. شي يقول عنها مستشرق روماني اسمه جيورجيو، يقول يحوي هذا الدستور 52 بندا كلها من رأي رسول الله، يعني اللي نظمها الرسول، 25 منها خاصة بأمور المسلمين علاقات البينية، و27 مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى ولا سيما اليهود وعبدة الأوثان، لأن كان في المدينة أيضا في ناس مشركين للحين. وقد دون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم من غير أن يتضايق أحد من الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أي عام 623 ميلادي، ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهتي وطردي. وطن، لما يصير وطن بعد ما تقول أنا شيعي أنا سني أنا مسلم أنا مسيحي، وطن واعتدي عليه كل أبناء الوطن شي يسوون؟ يحامون عنه. جزء من الوطن اعتدي عليه، الكل ينبري لذلك. مثلا من البنود يقول وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، شوف التعبير، احنا عادة نقول الأمة الإسلامية أمة المؤمنين، الرسول صلى الله عليه وآله في الميثاق هذا قال مدام تتعايشون معنا بسلم فأنتم جزء من الأمة، نحن أمة واحدة، يعني وطن واحد، يعني لنا ما لكم وعلينا ما عليكم من التزام وحقوق وواجبات، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، كل واحد يتعبد بطريقته، وأن لا تجار قريش ولا من نصرها لأنهم العدو رقم واحد، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. هجموا على يثرب ناس ضد اليهود، المسلمين ينبرون يدافعون عن اليهود، اهجموا على يثرب على المسلمين، اليهود لازم يساندون المسلمين، هكذا كان الوضع. ايش سووا اليهود؟ قسم منهم تحالفوا مع قريش ضد النبي شوي شوي من تحت الطاولة، بعضهم حرض على مهاجمة المدينة، حاولوا يغتالون النبي صلى الله عليه وآله، أمور كثيرة حصلت، فنقض للميثاق في أكثر من مرة. ولذا واحدة من هذه الصور أن النبي بعد خلاص كان لازم يؤدب هذيلة بني النضير مثلا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فإذا الرسول ما نقض ميثاق مع أحد، هم اللي كانوا ينقضون بطرق مختلفة، ثم يصل الأمر إلى حد أن لازم اتخذ إجراءات عنيفة. المحور الرابع، ضوابط مهمة عند إبرام العهود والعقود والمواثيق المرتبطة بكيان الدولة، بمعنى نفرض أن في الدولة الإسلامية على عهد الرسول صلى الله عليه وآله، على عهد الإمام علي عليه السلام، أو في أي زمان، هذه الدولة الإسلامية لما تكتب مواثيق وعهود بينها وبين الطرف الآخر عليها أن تلحظ النقاط التالية: 1، أن لا تعرض استقلال المسلمين، يعني الدولة الإسلامية هذه، بطريقة أو بأخرى للخطر بحيث تصير تابعة للدولة الكافرة، هذا ما يصير، لازم في الاتفاقيات يضمن بأن الاتفاقية لا تؤدي إلى هذا الأمر. 2، أن لا تضر بمبدأ هيمنة الإسلام في هذا المجتمع بحيث يفرضون عليه بنود يخلون غير المسلمين هم اللي يسيطرون على المجتمع، هذا أيضا ما يصير، هذه دولة إسلامية. بعد، عدم قبول المسؤوليات التي تتعارض بوضوح مع القوانين والقواعد العامة للإسلام، مثلا ضمن البنود أن لازم تحاربون معانا سواء كنا اللي نحاربه مع الحق أو ضد الحق، يعني نعتدي معاهم على المظلوم، يصير؟ لا ما يصير.
أو يقولوا لنا لازم تنشؤون مؤسسات ربوية في مجتمعكم، ما يصير. لازم تسوون صالات قمار في بلدكم، ما يصير. أربعة، الالتزام بشروط مخالفة لمبدأ حرية الدعوة إلى الإسلام، مثلا ضمن البنود يقولوا لنا بعد ما تدعون إلى الإسلام، ما يصير. خامسا، الالتزامات التي من شأنها حرمان الدولة من حاكميتها على كل أو بعض الأرض الواقعة تحت حكم المسلمين، مثلا بالاتفاقية يقتطعون قطعة من أرضنا وتنضم إلى دولة الكفر، ما يصير. لازم تحافظ على سيادة كل الأرض. وبالتالي لو تضمنت شيئا من هذا فالمعاهدة باطلة من الأساس، يعني لو تقيم فقهيا فهي غير مقبولة، باطلة، مرفوضة. ليش؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذه البنود مخالفتها يخالف هذا. بعد قاعدة عندهم فقهية، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا يخالف هذا البند. بعد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذا في ماذا؟ مخالفة لذلك. والله سبحانه وتعالى أيضا يريد للأمة الإسلامية أن تكون هي المحور الذي يلتف حول الآخرين، مو بالعكس، مو تصير تبع، مو تصير ذيل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا صرنا ذيل للآخرين وتبع هذا مرفوض، الآخر اللي هو الكافر، الآخر اللي هو ضد الإسلام، ما يصير، هذا مرفوض. المحور الخامس، إشكالية بيان البراءة. طيب بعد ما احنا قلنا إن ما يصير المسلمين ينقضون العهود والمواثيق، البعض يشكل يقول لكن سورة براءة يعني سورة التوبة أول آية فيها هي نقض للميثاق، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعني الرسول كتب كتاب وأعطاه لأبي بكر وقال له روح في موسم الحج إلقي هذا الكتاب أن المواثيق اللي بيننا وبينكم صارت شنو؟ كانسلد، خلاص ملغية. ثم قال لعلي عليه السلام روح أنت اللي بلغ، فأخذ الإمام علي الرسالة منه البيان وهو اللي تكلم في الحج، هذا سنة 9 هجرية. شلون يتوافق هذا مع اللي قلناه؟ إيه نعم يتوافق، لأن هذه الآية تتكلم عن المشركين الذين نقضوا أولا، ولذا الآية من بعدها شو تقول؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، كانوا ملتزمين ولم يظاهروا عليكم أحدا، لم يساعدوا عدوا عليكم، فأتموا إليهم عهدهم، لا تنقضون العهد. إذن ذاك النقض حق منه؟ حق الناس المتآمرين الذين لم يلتزموا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وهذا من الأول تعلموا على المسلمين في سورة البقرة اللي هي من أوائل السور المدنية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ذيلا أكبدوا ولا تعتدوا، يعني لا تبادروا بقتال أحد، إن الله لا يحب المعتدين. هذا من الأول عرفوا الإسلام المسلمين. في سورة المائدة اللي هي من أواسط العهد المدني، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ديروا بالكم، مع أنهم سووا هذا الأمر بس أنتم ما يجوز لكم أن تعتدوا، تبدون أنتم بالعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من هنا نجد أن الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام التزم ببنود الصلح بينهما وبين معاوية، على الرغم من أن معاوية ماذا؟ شوي شوي بيّن أنه مو ملتزم. هذا ينقلنا للمحور الأخير من سيرة الحسنين. في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد يقول ما رواه الكلبي والمدائني وغيرهما من أصحاب السيرة، قالوا لما مات الحسن بن علي عليهما السلام تحركت الشيعة بالعراق وكتبوا إلى الحسين. الآن صار 10 سنين على الاتفاقية، طيب 10 سنين، سنة 40
الإمام الحسن استشهد 50، وكتبوا إلى الحسين عليه السلام في خلع معاوية والبيعة له، تعال خل نخلع. إيش قال لهم الإمام؟ فامتنع عليهم وذكر أن بينه وبين معاوية عهدا وعقدا لا يجوز له نقضه حتى تمضي المدة، فإن مات معاوية نظر في ذلك، لأن من تنتهي خلاص انتهي الاتفاق اللي بين الطرفين. لكن الإمام التزم، لكن معاوية ما التزم بهذا. ايش سوى؟ قام ويروج ان يزيد يصير هو من بعده، وتكلمنا عن هذا الموضوع قبل كم ليلة، وهذا من طرف معاوية نقض لكتاب الصلح مع الإمام الحسن، لأن الاتفاقية كانت إذا مات معاوية فالحسن، وإذا كان الحسن مو موجود فللحسين، ما يصير ينقل إلى شخص آخر يزيد أو غيره. الإمام الحسين عليه السلام بالإضافة إلى نقض معاوية للميثاق اللي كان بينه وبينهم بين الحسن وبينه، الإمام أيضا واجه نقض آخر ممن كتبوا للإمام الحسين أن أقدم إلى الكوفة، الأمور مهيئة، إحنا سيوفك، إحنا نقاتل. كتبوا الرسائل، أرسلوا المبعوثين، ثم أرسل مسلم بن عقيل، ومسلم بن عقيل أكد له هذا المضمون. أما بعد، يقول مسلم حق الإمام الحسين: فإن الرائد لا يكذب أهله. شنو الرائد؟ القافلة لما تمشي يرسلون واحد يكون شوية متقدم يستكشف الطريق، في قطاع طرق، في ماي، في كذا إلى آخره. فإن الرائد لا يكذب أهله، ما يبعثون إلا واحد يكون يثقون فيه وهو يثق فيهم. إن جمع أهل الكوفة معك، فأقبل حين تقرأ كتابي، أقبل يا حسين والسلام عليك. هذا كان الوضع بهذه الصورة، ولكن تدهورت الأوضاع تدريجياً لغير صالح مسلم ولغير صالح الإمام الحسين عليه السلام، إلى أن قتل مسلم صبراً سنة في 8 ذي الحجة سنة 60 هجرية، وخذله الناس وخذلوا الإمام الحسين ونقضوا العهود والمواثيق اللي كانوا معطينها لمسلم والإمام حسين بالنصرة. نفس اليوم تقريباً اللي هو 8 ذي الحجة، الإمام توجه إلى الكوفة، تحرك من مكة إلى الكوفة. أيضاً الإمام عليه السلام في الطريق بدأ يعلم بأن أكو عملية ماذا؟ نقض المواثيق والعهود، حتى من الناس اللي معاه مئات تفرقوا عنه عندما عرفوا بأنه سيذهب إلى الكوفة، والكوفة غير مهيئة. وكان علي الأكبر ابنه ممن صمد معه مع المئة من أنصاره تقريباً 100 ممن صمدوا مع الحسين عليه السلام، ولم يتراخى ولم يتردد في نصرة الحق. يقول الطبري يروي عن عقبة بن سمعان قال: لما كان في آخر الليل أمر الحسين بالاستقاء من الماء ثم أمرنا بالرحيل ففعلنا. قال: فلما ارتحلنا من قصر بني مقاتل وسرنا ساعة خفق الحسين برأسه خفقة، ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. قال: ففعل ذلك 2 أو 3. قال: فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين على فرس له، علي الأكبر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين، يا أبتي جعلت فداك مما حمدت الله واسترجعت. قال: يا بني إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرس فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. قال له: يا أبتي لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبتي إذا لا نبالي، نموت محقين. فقال له: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. وفي يوم الطف ترجم علي الأكبر كلماته إلى موقف عملي، فكان أول شهيد من أهل بيت النبوة في ذلك اليوم. روى الطبري عن زهير بن عبد الرحمن الخثعمي قال: كان آخر من بقي مع الحسين من أصحابه سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي،
قال: وكان أول قتيل من بني أبي طالب يومئذ علي الأكبر ابن الحسين ابن علي، وأمه ليلى ابنة أبي مر بن عروة بن مسعود الثقفي. وذلك أنه أخذ يشد على الناس وهو يقول: أنا علي بن حسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. قال: ففعل ذلك مرارا، فبصر به مر بن منقذ بن النعمان العبدي ثم الليثي، فقال: علي آثام العرب، إن مر بي يفعل مثل ما كان يفعل إن لم أثكله أباه. فمر يشد على الناس بسيفه، فاعترضه مر بن منقذ فطعنه فصرع، واحتوله الناس فقطعوه بأسيافهم. يقول حميد بن مسلم: سماع أذني يومئذ من الحسين يقول: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفا. وكان لهذا الحدث وقع عظيم على العقيلة زينب التي خرجت مسرعة كما وصف ذلك حميد، وهي تنادي: يا أخياه ويا ابن أخاه. قال: فسألت عنها فقيل: هذه زينب ابنة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاءت حتى أكبت عليه، فجاءها الحسين فأخذ بيدها فردها إلى الفسطاط، وأقبل الحسين إلى ابنه وأقبل فتيانه إليه فقال: احملوا أخاكم. فحملوه من مصرعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه سل كربلاء، كم مهجة لمحمد نهبت بها، وكم استجذبت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي، وبها على صبر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفتيه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي، ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب قلبه لم يخمدي، جمع الصفات الغر هي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من عزمه المتوقدي، ويأب للتوديع وهو مجاهد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، ومذ انثنى يلقى الكريهة باسما والموت منه بمسمع وبمشهد، عثر الزمان به فغادر جسمه نهب القواضب والقنا المتقصدي، ومحى الردى يا بئس ما غال الردى منه هلال دجى وغرة فرقدي، يا نجعة الحيين هاشم والعلا وحمى الذمارين العلا والسؤددي، فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أو غدي، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.